حد بيسأل بيقول هل الحب المؤدي للزواج من على مواقع التواصل الاجتماعي حلال أم حرام؟ أي عاطفة تصدر من الإنسان، خاصة عاطفة القلب، يعني هذه ليست ملك الإنسان. الإنسان لا يملك يحرك قلبه يحب مين وما يحبش مين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي، لما يقسم بين زوجاته، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، أيوة فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. نعم، ما لا يملكه هو القلب. القلب. طيب، لكن المسلم مطالب حينما تتحرك عاطفته نحو إنسانة لا يربط بها عقد يحل له الاستمرار في هذا الأمر، في التطور فيه. أي. أما لو واحد حب بينه وبين نفسه حب عذر، ما خلاص، أنا مالي بيه. أي. واحد بيحب واحدة ولا راح كلمه ولا قال لها وبيغض بصر ما يشوفها لكن أحبها، نعم، هنعمل فيه إيه؟ هنقول له لأ، اقطع قلبك وامنع العاطفة، مش بإيده والعاطفة ده لا مؤاخذة يعني بزرار. هو احنا ليه عمرنا ما سمعنا شيخ بيقول الكلام ده زمان يا شيخ عصام؟ يعني كنا زمان حب ايه يا ابن انت بتحب انت مش عارف ايه، تحس ان هو هيكون عليها حق حد الرب. لا يعني بص، يعني انا طيب، انا مبسوط بس من اللي بينتج عن اللي هو الفقه الميسر ده يا شيخ عصام، واللي هو معايشه الواقع دي مهمه جدا. لا، هو مش فقه ميسر، احنا لازم ننظر الى الامر بمنهج علمي صحيح. ايوه، انت الاول فقيه عشان يفتي في حاله لازم يتصور الحاله تصورا صحيحا. تمام، عشان لما يتصور الحاله يقدر يستشهد بالنص المناسب لهذه الحاله، ده اسمه التكييف الفقهي. وتنزل هذا النص على هذه الواقعة. أيوة. وبعدين تشوف مآلات هذه الفتوى. صحيح. هيترتب عليها إيه؟ أيوة. فإحنا بنقول يا جماعة إن العاطفة أمر لا يملك الإنسان أن يمنعه. لكن بنقول الإسلام تدخل في إيه؟ في إنك لا تتجاوز بالعاطفة إلى فعل ما حرم. الإسلام يضبط بقى تصرفاتي وتحركاتي. ده اللي قاله الأستاذ مصطفى السباعي، الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله. رحمة الله عليه. في كتابه علمتني الحياة. نعم. فبيقول إني الإسلام لم يأتي ليمنع غرائز الناس. نعم. الإسلام مش هيجي عشان يقول لك والله الشهوة لا اقطع. أيوه. طيب، ما راح صحابة قالوا للناس إنهم يختصوا. فقال: أما إني أتقاكم وأخشاكم، لو أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. نعم. معناه مش مطلوب مني إن إحنا صحيح. نمنع الشهوة. طبعا. لكن مش مطلوب مني أصرف الشهوة فيما حرم الله. صحيح. فيأتي الإسلام ليهذب الغرائز. ويضبطها. ويضع لها، هي لها ضوابط، مواضع تطلق فيها اطلاقا مباحا. صحيح. خلاص، حتى بيجي في المباح في بعض الوان التربيه انك انت لا، لازم الواحد يخف من المباح شويه. ايوه صحيح. ليه؟ مش حرام، بس عشان تتعود على ان النعمه لا تدوم. صحيح. خشوشينه فين النعمه لا تدوم. لا تدوم. مش هتدوم النعمه. أيوة. محتاج تتمرن على زمن ما فيش في نعمه. صحيح. طيب، فقصه ان الانسان احب، خلاص ما عندناش، لا ده مش بايدك، مش بتاعتك. حتى في الجيش يا شيخ عصام، هو مش العسكري في الجيش بيروح الصحراء ويبقى ممكن يشرب ميه ويوفروا له، بس ساعات بيسيبوه من غير ميه فتره معينه ويعمل عشان يتكيف. اذا ضبط الغرائز وضبط النفوس تربيه يعني. اكيد. اذا ليس من دور الاسلام ولا الاديان حجب الغرائز، انما تهذيب الغرائز. جميل. طيب، اذا احب انسان انسانا، خلاص لا حرج، ما دام لم يتطرق هذا الحب لمحرم، ما راحش قاعد يتراسل ويتكلم ويتكلموا او خلوه او رؤيه او قاعد مغض بصر او كذا، حب فخلاص حط في دماغه يعني عايز يتجوزها، فسعى اكمال اجراءاتي وذهب وخطبها، خلاص حد يقدر يقول انت عملت حاجه غلط؟ لا، حب وما قدرش يتجوزها فكتم في نفسه. طبعا حديث من حب فكتم فعفى فمات فهو شد، حديث موضوع. الناس لو تسلم فما مش قصدي خالص بيه، عشان ما حدش يستشهد بيه في دماغه يعني. تمام. فهنا الاسلام بياتي يضبط، وده حصل. النبي عليه الصلاه والسلام حينما صلى الله عليه وسلم جاء اليه اولياء امر يتيمه. نعم. الحديث في سنن ابن ماجه، والشيخ الالباني صحح الحديث دون القصه اللي انا هذكرها. ايوه. فقالوا: يا رسول الله، في حجرنا يتيمه ربيت، عندنا بنت يتيمه ربيت في حجرنا. نعم. وجاءها خاطبان، قال اثنين خطاب، موسر غني، ايوه، ومعسر فقير، يعني اثنين عكس بعض، ونحن نهوى الموسر، ايوه، عايزين يريحها وينغنغها، وهي تهوى المعسر، عشان كثير من البنات تيجي على الفار. أيوة. دايما يعني. غالبا يعني خلاص. أيوة. عرفتها راحت يعني. خلاص انجذبت للفقير. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الله، يحبوا بعض يتجوزوا. تمام. انما
ده تتجوز واحد وده بيحبه وبيحبش اللي يتجوزه، ده يتجوز واحد ما بيحبهوش. بقى الاثنين هم فراحوا، الاثنين ما بيحبهمش، طب ليه؟ فاللي بيحبوا بعض بقى يعملوا علاقه مش حلال. لا ما هو ده بقى اللي هيحصل. ده الممنوع. ده الممنوع يعني. انا ما قلتش كلام ده الممنوع، انما انا بقول اذا احب الانسان او وقع في قلبه الحب خلاص ده مش محرم. المحرم انك تنتقل بهذه العاطفه. أيوة. التي لا تملكها الى الشيطان اللي يملكك فتفعل ما لا يجيزه الشرع. ايوه ده النقطه المهمه جدا. تمام. فده مساله الشاهد فيها ان الانسان ينتبه. ايوه. هي الحلال والحرام بينه شعره. صح. في هذه القصه. قصه ان يقول لك ايه اصل انا زي ما برضه السؤال بيجينا دايما، ما هو بتاع واخد الدفتر. لا بتاع الجامعه. دفتر المحاضرات. المخرج بيفكرني بيه. دفتر المحاضرات. الشيخ عصام قال ما ينفعش. طيب. مخطلات. ماشي مخطلات. لكن انا في النهايه في المدرج فشايف بنت متفوقه، شايفها جميله، شايفها محترمه مؤدبه. فوقع في قلبي. خلاص. طيب وبعدين؟ ما انا مش قاعد بقى مترصدها في الدخله والرجعه. اوقع الدفتر قدامها. وطبعا ده كلام قديم. ده قديم. ده قديم. ده دلوقتي حاجات جديده دلوقتي. الله معلش كل جيل بيجي له يعني. او يتصنع المواقف او لا يغض البصر. تمام. لا في النهايه خلاص مش عرفت يا سيدي دي مين وبنت مين. ليها يا قادر تتجوز يا مش قادر. انما لا اشغلها وده انا لو طولت اجيب لك اموال الدنيا وكنور والقارون. بس انا مش عارف اروحك في تاكسي. القارون هي اللي بتعزمه على سندوتش جبنه كل يوم. أيوة. طب اي منطق يعني؟ طبعا انك انت بتعلق نفسك على بنات الناس معاك. صحيح. فلا نرضى ذلك لا لامهاتنا ولا لبناتنا ولا لذوينا. نعم. او فشادنا لا يعني اذا الانسان وقع في قلبه ما لا يملكه. نعم. وهو الحب خلاص. لكن المسلم يقف عند حدود الله فهو قاف. نعم. زي سيدنا عمر بن الخطاب. الحب والكره ما يخلناش نتجاوز في حقوق الناس ولا الشرع. أيوة. لما جاءه قاتل اخيه. فسيدنا عمر قال له اني لا احب ان ارى وجهك. سوى حاكم. تمام. فانت هنا بتاع الكل، ملك. أيوة. الكل. صحيح. فقال له يا امير او ذلك منعي من حقي؟ حبك ولا كرك ده يمنعني من حقي؟ قال لا. قال اذا لا يبكي على الحب للنساء، تحبين وتكرهن انا هنسبك. فرجل اعرابي خدها بالورقه والمسطره. انا عايز ايه؟ حقي. تكرهني تحبني هيأثر على حقي؟ قالوا لا. ده اللي مريح الاوروبيين في عشتهم والله يا شيخ عصام. لا ده المسلم. سيدنا عمر بن الخطاب بياخدوا الحاجات الحلوه بتاعتنا وسيدنا عمر عمل ايه؟ عند الحدود والشرع لا خلاص عاطفه لا تنساق. ايوه. وذكرنا ده باب الغيره لما خرجت زوجه سيدنا ام كلثوم الى الصلاه في الليل. نعم. فقالت لها احدى النساء وما تخشين من عمر؟ قالت مما؟ قالت ان يمنعك. قالت لا بل يمنعه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الله. هو اللي يمنعه. أيوه. فشوف الغيرة والعد عمر بن الخطاب. طبعا. لكن عند النص الشرعي خلاص وحدود الله يلتزم. خلاص سمعنا وطعنا غفرانك. نعم. ربنا وإليك المصير. جزاكم الله خيرا يا شيخ عصام.